وصلنا أخيرا. هو مضيق جبل طارق يبدو واضحا من هنا. منظر جميل أليس كذلك؟ لما سمي بمضيق جبل طارق يا جدي؟ انظر، هل ترى ذلك الجبل البعيد تجاه سبتة بالضبط؟ نعم، ذلك الجبل يدعى جبل طارق، وقد أخذ المضيق اسمه من اسم ذلك الجبل. جبل طارق؟ لماذا سمي ذلك الجبل جبل طارق؟ الحديث يطول، ولا بد أن أحدثك أولا عن بطل عربي مسلم. هيا بنا نجلس هناك. الحمد لله، هذه المنطقة تطل على البحر الأبيض المتوسط الذي ولدت على شواطئه أهم الحضارات، وهذا المضيق هو الأشهر في الدنيا، فهو يربط المتوسط بالأطلسي. القائد المسلم الذي أعطى هذا المضيق اسمه الذي عرف به وتمت على يديه أهم الفتوحات الإسلامية كان أول من وطئت قدماه أرض الأندلس. إنه طارق بن زياد، أليس كذلك؟ نعم، هنا في طنجة جهز ذلك البطل جيش المسلمين للجهاد. لقد كان واليا عليها من قبل الأمير موسى بن نصير، ولا شك أنه أطل على الأندلس من المكان الذي نطل منه الآن. لقد أتى الأمر بالتحرك لفتح الأندلس. أحقا ما تقول؟ وسيأتي الأمير موسى بن نصير بجيشه بعد يوم أو يومين. لقد انتظرت هذه اللحظة أياما طويلة. سيتحقق حلمك أخيرا يا طارق، ما بعد الصبر إلا الفرج. لك الحمد والشكر يا رب، لك الحمد والشكر يا رب. الله أكبر، لم تزل في مسمع الدنيا صدى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المجاهدون، أرجو من الله أن يتم لنا هذا الأمر ولا يخيب رجاءنا، وأن يرزقنا بفتح ونصر قريب. ستقوم السفن بنقل 7000 جندي إلى الضفة الأخرى من البحر، وسيتم ذلك غدا مساء إن شاء الله. أيها الأبطال، استمعوا إلي جيدا. إنكم ذاهبون إلى الأندلس مجاهدين في سبيل الله، لا غزاة طامعين. والجهاد كما تعلمون هو تبليغ دين الحق للإنسانية جمعاء. أنتم ذاهبون إلى الأندلس لنشر دين الله وليس لاستعباد الناس. لا تقربوا من النساء والأطفال والشيوخ، اتركوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له. لا تتعرضوا للمزارعين بسوء، لا تقطعوا غصنا من شجرة، ولا ترفعوا سلاحكم إلا في وجه من يرفع سلاحه ضدكم. واعلموا أنه لئن يهدي الله بكم رجلا واحدا خير لكم من حمر النعم. اتقوا الله، وإياكم أن تخرقوا حدا من حدود الله. وأخيرا، أوصيكم بطاعة قائدكم طارق بن زياد، وأن تمتثلوا لأوامره امتثالا تاما. وفقكم الله ونصركم على أعدائكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. أيها القائد، استعن بالله ولا تعجز. أذكرك بأمر الخليفة، إذا دعتك الضرورة للانسحاب فانسحب بحكمة وذكاء.
الله أكبر كبير جند العقيدة أقبل الله أكبر كبير جند العقيدة أقبل وتهلني يا أرض أندلس لأنوار الهدى الله أكبر من تزل في مسمع الدنيا صدى الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده الله أكبر يزأر الإذريق بصوته القبيح مصرحا بعد عودته إلى تلك الجبال وهو ملك أن لا رغبة له هذه المرة بالرجوع خاليا حيث في المرة الماضية أفلت منه المتمردون في نفس المكان معلنا لبرغاس أن ذلك لا يرضي ولكن الكهوف 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 أيها الملك شهد المتمردون أنفسهم في منطقة أخرى من الجبال وكيف عرفتم أنهم المتمردون؟ لأن بينهم المصارع ذو القرن الواحد ماذا قلت؟ المصارع ذو القرن الواحد؟ ذلك الكابوس سنقطع قرنه حالا أيها الملك إن تقدمت أكثر ستكون في متناول سهامهم ابتعد كيف وصلوا إلى هناك أيها الضعفاء؟ بواسطة الكهوف التي تربط الجبال بعضها ببعض هذا ما قاله المتمرد الباسكي الذي قبض عليه اليوم أيها الملك أيها الملك أيها الملك المسلمون اجتازوا البحر ووصلوا إلى الشواطئ الجنوبية وبأعداد كبيرة جدا بأعداد كبيرة إسبانيا وطن الأمجاد إسبانيا تاج الأسياد إسبانيا القوة ليتم العفو عن جميع المساجين الذين يرغبون في القتال تقولون إن ألفونسو جمع جنودا ويريد الالتحاق بجيش الملك سيقاتل في الصفوف حقا؟ قولوا أيها الملك إنه سيقاتل من أجل إسبانيا ما بك يا برغاس؟ لماذا دخلت علينا مسرعا؟ هل لديك أخبار جديدة؟ انضم متمردو الباسك وقد حضروا طليطلة الآن والآن كم يصبح العدد بعد انضمامهم؟ بعد انضمامهم سيكون العدد 60,000 أو أكثر وهناك من سيلتحق أيضا في الطريق أيها الملك سيكون التحرك والهجوم غدا صباحا الحمد لله الذي من علي بالحياة لأكتب عن هذه الأيام الخالدة إنه الأسبوع الثاني لاجتيازنا البحر إلى إسبانيا المدن في الجنوب استسلمت دون مقاومة وارتفعت فوق قلاعها رايات الإسلام والحمد لله وحسب ما ورد إلينا من أخبار نزل الإذريق بجيشه باتجاهنا بقوات كبيرة هذا الخبر أثر في المسلمين تأثيرا بالغا وأما القائد طارق فقد أرسل يطلب الإمدادات فورا من الأمير موسى بن نصير لا يمكن أن تصل الإمدادات قبل أسبوعين ونحن لا نستطيع البقاء أكثر من أسبوع واحد فقط سيدي سيدي لقد وصل رسول الأمير موسى بن نصير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هل تحمل لنا أخبارا سارة؟ أعطني سنرسل لكم 5,000 رجل وسيصلون إليكم خلال أيام بإذن الله وعندها يصبح عددكم 12,000 مقاتل سيدي وصلت آخر سفينة من طنجة لقد رست جميع السفن ونزل منها الجنود بخير وسلام تعال معي أيها القائد اسمع إني آمرك بإحراق جميع السفن لا تدع واحدة منها ماذا؟ أحرق جميع السفن؟
هل أنت جاد يا سيدي؟ نعم جاد تماما. اذهب وأحرق السفن حالا. إسبانيا وطن الأمجاد، إسبانيا تاج الأسياد، إسبانيا القوة، إسبانيا العظمة، تحيا إسبانيا. كان الظن أنهم أخوياء، إن نصف الجيش يكفي لهزيمتهم ورجوعهم. أيها الجنود مراكبنا تحترق. هل أغار العدو علينا؟ أيها الجنود أيها المجاهدون الأبطال، إن ذلك الدخان الذي ترونه هناك يتصاعد هو من سفوننا، وقد أمرت بإحراقها جميعا. أيها المقاتلون، اعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام. أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم. وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا، ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم. فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية، وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت. واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالألذ كثيرا. وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عزبانا، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارا وأختانا، ثقة منه بارتياحكم للطعان وإسماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان. واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه، وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق، فقاتله إن شاء الله. فإن هلك فقد كفيتم أمره، وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم عليه، فإنهم بعده يخذلون. أخيرا التقى الجيشان شرقي شاطئ نهر إشبيلية، حيث سار المسلمون إلى أواسط إسبانيا مسيرة يوم واحد، ووصل جيش الإدريق إلى ساحة المعركة بعد يوم من استقرار المسلمين في الساحة. لن يهجموا هذه الليلة، لابد أنهم متعبون ومنهكو القوى. إنهم كثيروا العدد والعتاد أيها القائد. ما بك يا عمر؟ ألم تقرأ قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ لا أظن أنهم سيحصلون. وتمادى لذريق الضال بسخريته من المسلمين، فكان يردد أنهم حال رؤيتهم لجنود الإسبان سيهربون إلى إفريقية فورا. في مكان فرقة الخدم وحل كثير، هل يأذن سيدي؟ اذهب من هنا ولا تسألوني عن هذه الموضوعات السخيفة. مكانهم فيه وحل، كأن الإقامة دائمة هنا. أيها الملك، رسل طارق بن زياد يريدون مقابلتكم. وكعادته القبيحة يسخر ويبين أنهم جاءوا للاستسلام والضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. من قائد جيش المسلمين طارق بن زياد إلى لذريق ملك إسبانيا. لذريق جاءه الحق كالكنز بين يديه، لكنه متكبر متغطرس. إنه أحد قادة الجيش ومساعد القائد طارق بن زياد أيها الملك. حسن، ليقرأ ولكن بإيجاز. أيها الملك، إن ديننا الحنيف يأمرنا أن نخيركم إذا دخلتم دين الإسلام وألقيتم أسلحتكم. رد الحق ولم يقبل بالإسلام أو التسليم بالجزية، فازداد ضلاله وهلاكه. إذا دخلتم دين الإسلام وألقيتم أسلحتكم دون قتال، فلن يمس الأذى أحدا منكم،
أو عليكم دفع الجزية وإلا فإن الحرب. كفى! اخرجوا من هنا فورا وقولوا لقائدكم إنني لن أرضى أن يقابلني إلا مستسلما. الله أكبر! الله أكبر! هيا أيها الرجال قوموا إلى صلاتكم. كيف سنشرب هذا الماء؟ معك حق، إنه كدر جدا. وما غايتهم من ذلك؟ الأمر جلي، يريدوننا أن نموت عطشا. لن يستفيدوا شيئا من تكديرهم للماء، فهذا لن يثنينا عن الاستمرار في تحقيق هدفنا. الأمر مريب، أشعر أن هناك شيئا ما يحدث. اجمع عددا من الفرسان واجتازوا النهر لمعرفة جلية الأمر. في هذا اليوم حدثت بعض الأحداث التي لا تصدق. كسب طارق بن زياد من خلالها فرصة لا تقدر بثمن. حدث ذلك عندما بعث رجاله لتقصي السبب وراء كدر الماء. كانت فرقة الخدمة التابعة للإسبان تجتاز النهر إلى الضفة الأخرى واتجهت غربا، ومعها المؤونة والمتاع وبعض الشخصيات المهمة، لتكون في مأمن من الخطر وبعيدا عن أرض المعركة. وبحركة ذكية تم تطويقها من قبل المجاهدين المسلمين واستسلموا جميعا. قام الرماة على ضفة النهر بمنع أي مساعدة يمكن أن تصل إليهم، وبذلك كسب جيش المسلمين الجولة منذ البداية وحاز مؤونة جيش الإدريق وقوته، فأحبطت معنوياته تماما. كيف حدث هذا أيها النائم؟ أيها المجاهدون، بفضل الله تعرض الإسبان اليوم لهزيمة كبيرة بعد أن أسرنا رجالهم وحصلنا على مؤونتهم وأقواتهم، لذلك سيهجمون علينا بكل قواتهم وفرسانهم المسلحين بالدروع. سيعبر فرساننا النهر إلى الغرب وسيقاتلون لفترة قصيرة، ثم يفرون متظاهرين بالهزيمة ويعبرون النهر عائدين، وعندما يلحق بهم الإسبان ستحيق بهم الكارثة، لأن دروعهم الثقيلة وسهام رماتنا على الضفة الأخرى ستجعلهم يغرقون في النهر، وسيكتب لنا النصر بإذن الله. أكبر. إسبانيا وطن الأمجاد، إسبانيا تاج الأسياد. أيها المقاتلين هيا للقضاء عليهم. هجوم يا أسبانيا! دع جنود العدو هجومهم. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. هجوم! واستعدوا للقتال، جهزوا الخيل ولبوا للمعالي يا رجال. احكموا الصلاة أزيلوا كل أشرار سيقاتلون وقعتوا في الحياة. انتفوا عليهم من الجانب الأيسر، لا تتركوا أحدا منهم على قيد الحياة. هيا! تراجعوا! لا تتركوهم، الحقوا بهم وابقوا عليهم. هيا! يا جنود الله هبوا واستعدوا للقتال، جهزوا الخيل ولبوا للمعالي يا رجال. حطموا كل من الأشرار وارفعوا السيف وصولوا. إنها مكيدة، تراجعوا! أزيلوا ظل أشرار طغى وارفعوا السيف وصولوا وابعثوا فينا الحياة. وهكذا ابتلع قاع النهر الجنود الإسبان مع خيولهم وخسروا خسارة فادحة لم يكن يتوقعها أحد. وانتهت بذلك أول جولات المعركة،
بانتصار ساحق للمسلمين، وأمضى العدو بقية يومه في محاولة جمع شتات الجيش من النهر. وفي ليلة اليوم الأول من المعركة قام المسلمون بحفر الأماكن لتمركز الرماة على ضفة النهر. يبدو أن طارقاً كان يريد إطالة مدة الحرب لكي ينهار جيش العدو الذي خسر المعونة وكثيراً من الرجال. العالم كله سيضحك بعد هذه الهزيمة الساحقة. اليوم الثاني. حدثت اليوم بعض المناوشات، إلا أن جيش العدو لم يستطع مواصلة القتال. يبدو أنه لم يفق من الصدمة بعد هزيمة الأمس. ابحثوا عن الأماكن غير العميقة في النهر لنعبر منها. اليوم السابع. استمرت المناوشات وحاول فرسان العدو عبور النهر، فتصدى لهم رماة المسلمين وأرغموهم على التراجع. إحساسات متباينة تنتابني اليوم. يبدو أن العدو سينهزم، خاصة مع ورود أنباء عن بدء تراجعه إلى أعالي النهر نحو الغرب. غدا سيكون يوما حاسما بإذن الله. أيها المجاهدون الأبطال، يا طلائع الإيمان، لقد قمتم بعمل عظيم سيظل نبراسا يضيء الطريق للأجيال القادمة. لقد ألحقتم الخسائر الفادحة في صفوف العدو بفضل الله وعنايته سبحانه وتعالى. غدا سنهزمهم شر هزيمة إن شاء الله. خلال الأيام الماضية أنهكت قوى المقاتلين الإسبان وأصبحوا في غاية التعب والإرهاق. معنوياتهم محطمة، أقواتهم قليلة، وعزائمهم خائرة. لذلك أريد منكم أن تخلدوا إلى النوم والراحة اليوم، وغدا وبعد صلاة الفجر سننقض عليهم بسرعة ونفاجئهم. سنحاول تمزيق صفوفهم وإلحاق الهزيمة النهائية بهم إن شاء الله. اليوم الثامن. مع طلوع الشمس وانقشاع الظلام بدأ المسلمون هجومهم على العدو بعد صلاة الفجر. انقضوا على الإسبان كالصقور الجارحة. يتقدمهم قائدهم الشجاع طارق بن زياد. باغت العدو المتعب الذي سارع أفراده إلى أخذ مواقعهم وتنظيم صفوفهم. الله أكبر، الله أكبر كبير، جند العقيدة أكبر، الله أكبر كبير، جند العقيدة أكبر. أيها الملك، الأنصر فر من ساحة القتال. ليس له ولاء، كان متوقع ذلك منه، ولكنكم لا تسمعون الأوامر. على كل سوف يحاسب في الصباح. فرسانهم يهجمون بكل قوتهم أيها الملك. بدأت الأمور تفلت من الملك الإذريق. لقد دبت الفوضى في الصفوف. يبدو أنها معركة خاسرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبير، جند العقيدة أكبر، الله أكبر كبير، جند العقيدة أكبر. Fuck.
لن تكون بحاجة إليه بعد الآن أيها الملك. الحمد لله الذي أكرمني بكسر رأس الباطل وقد سبقني إليك رجالي المجاهدون. اتركني اتركني. لقد مات الملك، مات الملك. انتشر خبر موت الملك بين الجنود سريعا ففروا هاربين من المعركة، وهكذا انتصر جيش المسلمين وأصبح الطريق مفتوحا باتجاه طليطلة العاصمة. بعد ذلك تابع طارق فلول الفارين لأن الأخبار وردت إليه بأن العدو يجمع قواته من جديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وصل طارق بن زياد طليطلة وفتح، وحين انقضى الشتاء سار الأمير موسى بن نصير لاستكمال فتح الأندلس وفتح مدنا كثيرة، ولم يمر بموضع إلا وفتحه الله عليهما. والتقى أخيرا بطارق في طليطلة. بعدها تابع المسلمون الفتح العظيم بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد، فبورك الأبطال المجاهدون وبوركت أمة عظيمة أنجبت أولئك القادة الغر الميامين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبروا جند العقيدة أقبلوا. الله أكبر كبروا جند العقيدة أقبلوا. وتهلّي يا أرض أندلس لأنوار الهدى. الله أكبر لم تزل في مسمع الدنيا صداه.